أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في أول حلقة لينا في بيت العز، ونتشرف ببنت ماما عبلة الكحلاوي الدكتورة رودينا، ويريد حضرتها تعرفنا بنفسها، والأستاذة أميرة فاروق. أهلا بك يا ريت. أهلا بك. أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. أنا دكتورة رودينا ياسين، تخصصي اقتصاد وعلوم سياسية. من 3 سنين قررت أن أنا أدخل مجال الكوتشنج، وبقيت لايف كوتش متخصصة في تنمية الذات وتحفيز الذات. الفترة الأخيرة بدأت أركز على كيفية علاج الصدمات والتحرر والتخلص منها، وسبحان الله يعني ده كان تدريب عملي للمحنة اللي أنا مريت بها الفترة اللي فاتت، ودي كانت إرادة ربنا أن أنا أخد التجربة بصورة عملية علشان أقدر أوصلها بصورة يعني أكثر إخلاصاً. طبعا في البداية أحب أرحب بيكي وأقولك أن أنا من متابعينك، ومن أهم يعني مفيش حاجة ممكن تبقى عندك على الصفحة على الفيسبوك إلا بسمعها حبيبتي. شكرا. بس أنا محتارة وعايزة الناس وأنا يعرفوا إيه الفرق بين الرضا والسعادة. هو أنا كنت كاتباها عندي في على الصفحة بتاعتي، تحتاج إيه أكتر، الرضا ولا السعادة؟ لقينا ان الرضا هو المفتاح. مش هبقى راضية غير لما، مش هبقى سعيدة غير لو رضيت. لو رضيت. الرضا يعني انا راضية بالقدر خيره وشره، راضية بكل حاجة بالخير وبالشر، ساعتها هيبتدي تتحقق السعادة، لان الرضا مستراح العارفين، يعني الرضا راحة للقلب. احنا دايما بنقول رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا النبي محمد نبيا ورسولا. فالرضا أنا بعلن عنه كل شوية عشان أتمسك به. وكان سيدنا إبراهيم دايما يقول اللهم إني أحب، اللهم إنا نسألك الرضا ونسألك أن ترضينا بما قضيت. فدايما لازم أبقى دعوتي سابقة إن ربنا يرضيني عشان أقدر أغير النظارة اللي موجودة، وألبس نظارة اسمها نظارة الرضا، بتشوف كل حاجة حلوة، أو بتشوف كل حاجة إنها ليها مغزى أو ليها هدف من القرب إلى ربنا. يعني أنا بحاول وبدعي، يعني أنا ماشي في خطين، أنا بيني وبين نفسي بحاول وبدعي الدعاء. نعم. بصي، هو ده التراك بتاعنا، الحياة كده. الحياة الدنيا صنفت على إنها مقر الحزن، بدليل كيف؟ بدليل إن الآخرة بنقول فيها إيه، لما بنخش الجنة بنقول الله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فمعنى كده إن الدنيا أصلاً الحزن سمة من سماتها، عشان كده لازم أبقى راضية. طب حضرتك إيه هو أنواع الحزن؟ في مجتمعنا ده الحزن بقى ليه أنواع كتيرة قوي. الحزن بيجي بسبب إيه؟ بسبب الطلاق، الانفصال، الخيانة، الخذلان، المرض، الوجع، فقدان. اليأس، الفقدان. كل ده في الآخر اسمه حزن. بس في حاجة بقى اسمها معادلة الحزن، وده الشغل اللي أنا يعني بقالي فترة عمالة أدرس فيه، اللي هي معادلة الحزن. إزاي أخرج من معادلة الحزن وأنا قوية؟ أنا بقى هسأل، حصل الفقدان والألم واتيفر أيا كان، طبعا حضرتك عاملة ورشة متخصصة في إزاي أتعامل مع مراحل الألم دي، بالتفصيل بقى كده وببساطة للمشاهد البسيط خالص، علشان إن شاء الله يستفيدوا من الحلقة. خلينا في الأول نتكلم عن معادلة الحزن. يعني إيه؟ يعني أنا دخلت في أزمة أو تروما أو صدمة. تخيلوا كده جميعا لما بنخش في أزمة بنعمل إيه؟ بيحصل لنا إيه؟ بنخش في هالة زرقاء كده اسمها معية الله. معية الله دي بنبقى عاملين فيها زي اللي ايه، المتخبطين ما بين الخوف والرجاء والاضطرار والامل والدعاء والتسبيح والذكر. الهالة دي هي اسمها معية ربنا، وهو معكم اينما كنتم. يعني ربنا معانا فيها، وما حددش لا مسلم ولا كافر ولا حدد اي انواع، هو معانا. فانا الهالة دي لازم اخرج منها صحيحة بنفس سيمترية الحياة اللي كنت فيها جوه الهالة. طول ما أنا عندي محنة أنا أكيد ما بأكلش كتير، أكيد ستايل حياتي مختلف تماما، أكيد بذكر ربنا كتير قوي، أكيد متعلقة بحبال المضطر، لما بقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كل السمات دي أنا عايز أخرج من المحنة وهي طبعة علي.
عشان أوصل ليساوي المدد والعوض الإلهي. ذكر الحزن في القرآن 42 مرة، وكل مرة تذكر فيها الحزن لازم تذكر المدد الإلهي، يعني في عوض. بس لازم إيه؟ أخش في المعية أو الهالة دي وارشق فيها، ما سيبهاش. يعني قراري. كيف نتجاوز الحزن والألام؟ هو نتجاوز، قبل ما نتجاوز الحزن لازم وانا جوه معية الله دي احافظ على شكل حياتي حتى بعد الأزمة. الأزمة عاملة زي الزلزال اللي عمال يترج، هيحصل وتبعاته. هيحصل صندوق ضلمة، خلاص حصل، وقعت الواقعة، هعمل ايه؟ احافظ على شكل حياتي طول ما انا في الهالة دي. كنت بذكر كتير، بسبح كتير، بعمل اطعام لاهل الله كتير، بذكر ربنا كتير، بتضرع ما بين الرجاء والخوف والخشوع، كل ده لازم احافظ عليه، تبقى دي شكل حياتي، هو ده المدد والعوض من الحزن. هايل. احنا في المرحلة دي دلوقتي، تلخيص كلامك، بيبقى معنا دي الادوات اللي بنتجاوز بيها عشان نتجاوز الحزن. ده السؤال تحضرتك. اول حاجة لازم اعترف بمبدأ دوام الحال من المحال. يعني الحزن جاي جاي، حتمية وجود الحزن، الدنيا في تبادل، النور مع الظلمة، الشمس مع القمر، الليل مع النهار، مش بيقولك اذا وقع خافضة رافعة، كل ده شكل الدنيا. عشان كده التعلق بيؤدي الى شكل من اشكال الاضطراب. لازم اعرف ان الفقد جاي لا محالة، ما تعلقش بحاجة، أخلي فرح كبير وحزن كبير، ده من بره، بس من جوه خليه صغير. بس هو ده شعورنا، لكن من جوه صغير ليه؟ لازم تخليه صغير ليه؟ لأن التعلق الشديد ده بيؤدي إلى اضطراب شديد. التعلق الشديد لما بتعلق بحاجة بصورة شديدة قوي دايما بيجي منها الوجع. أتدرب إزاي؟ التدريب بقى انك تقولي ان الفقد جاي جاي، ودوام الحال من المحال، والدنيا في تبادل، النور مع الضلمة، والليل مع النهار. بس استاذن حضرتك، لو هو يعني ازاي التأثير فقدان لشخص عزيز علينا بتفرق؟ يعني احنا عارفين ان ده جاي جاي، بس طب لو حد عزيز علينا ازاي؟ خلينا نتكلم عن سيدنا النبي لما فقد ابنه ابراهيم، قال له إيه؟ إن العين لا تدمع والقلب يخشع ولا يجزع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. سيدنا يعقوب لما فقد ابنه قال إيه؟ فتولى عنه، كان ليه كده بعض الطقوس، وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. دي الطقوس بتاعة الحزن، خلاص لازم استقبله بالطريقة دي، لازم اختلي بنفسي. هو تولى عنهم، وبعد ما تولى عنهم قعد لوحده وقعد يفكر وقعد يحتسب أمره، وقعد يقول ده لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وقلبه جزع وعينه دمعت، ده الطبيعي. بس لازم أعرف إن دوام الحال من المحال حتى لا أتفاجأ، عشان ما تخضش. لازم أعرف إن كل حاجة مسيرها ماشيه عشان ما تخضش. فلازم اعمل كده في كل علاقاتي، مش شرط الحزن او الموت او الفقد، في الشغل، البوزيشن بتاعي في شغلي، في ولادي، في تعاملاتي، في البيزنس اللي بشتغل فيه، كل حاجه لازم اعرف ان انا شويه هبقى هنا شويه هبقى هنا، مرحله وتعدي. تمام، مرحله وهتعدي، وهي اصلا الدنيا نفسها مرحلة وهتعدي. الاجانب علمونا ان احنا ندور في الاثر، هم بيسموها عندهم البرنت، يقول لك دور على البرنت بتاعتك بعد ما تموت. بس احنا هنا في القران ذكرناها واثارهم. فين اثرنا في الدنيا؟ عشان اخرج او اصاحب الحزن واخرج منه خروج امن، لازم احنا قلنا دوام الحال من المحال. تاني حاجه ان انا لازم ادور لي على اثر. اثر يعني في الارض، يعني اتعلق باماكن، بمواقف، وليس باشخاص. طيب هو حضرتك كوتشنج، طيب لايف كوتش طبعا. تمام. طبعا في الحاله دي انا مش مضطره اروح لايف كوتش، بس ايه السيلف توك، الكلام اللي بيني وبين نفسي، ادرب نفسي على اني اتحول من حد متعلق بالدنيا واشخاصها وحالها، بحد متعلق بالله وبحياتي اللي هتنفعني بعد كده. علشان ادخل البوابه دي صح، لازم ادوس اكسبت. زي بالظبط الموبايل، اللي هو ايه بقى اكسبت؟ اكسبت يعني ائذن لنفسك انك تتغير وتتفاعل. في ناس بتحضر دروس وتروح لدكاتره وتحضر حاجات كتير قوي، بس ما فيش حاجه تفاعل جواها. وقت الجزع
بننسى كل حاجة. اسمح لنفسك عشان قلبك يصدقك وجوارحك تصدقك وإيديك وعقلك وجسمك ورجليك يصدق. كل ده يصدقك، فبالتالي انت ماشي صح. احنا لما بندوس اكسبت جوانا او بنسمح وبنأذن لنفسنا بنخش في سكة تانية خالص. تخيلي لما بتعملي ده على الموبايل، بتدوسي اكسبت عشان تنزلي ابليكيشن جديد. تقصدي لما بقول انا قبلت اللي حصل، قبلت اللي حصل وهتغير في ضوءه. لما بتحطي انك اكسبت على الموبايل عشان تنزلي ابلكيشن جديد، بعد شويه بتلاقي كذا ابلكيشن نزلت لك من حتت غريبه، حاجات بتنظم ضربات القلب وتنظم معرفش ايه وتنظم ايه. معنى كده انك بقيت مستقبل. مزبوط. معنى كده ان عقلك عايز يستقبل. في فتره الحزن دي بالذات كن مستقبل. ليه؟ عشان يبقى في سلامه بث بينك وبين اللي فقدته. وانا لما خرجت من التجربه دي وقررت ابقى مستقبله، الموضوع اختلف، فلسفة الموت اختلفت. وده حسن الظن بالله؟ طبعا طبعا ده حسن الظن بالله. خلي بالك الألم، حسن الظن بيغير البني آدم أكيد. وبعد كده الألم أصلا، الألم ده عتبة النجاح، دي بوابة النجاح. كل الناس اللي كبرت وعليت بيقولك كانت قلوبها مكسورة ومحفظتها فاضية وملهمش بيوت. لازم مزبوط. الألم جزء من الحياة عشان نعرف نقدر قيمة اللي احنا داخلين عليه. زي ما بنقول كده حضرتك، إما إنسان بيفشل بنقوله لا ده انت بعد الفشل نجح. تمام. خطوة عتبة لازم عديها، بس عديها صح. أكسبت دي كانت المدربة بتاعتي زمان تقول لي إيه، لما تلاقي نفسك في الدنيا لوحدك وتلاقيش حد جنبك، طبطبي على نفسك، خلي سخونة كتفك، سخونة كف ايدك تسخن هنا وانتي بتطبطبي على نفسك عليها بكل قوة. ده معناه ان ادتك طاقة ايجابية انك تكملي الحياة، كأنك بتحضنيها وكأن في داعم وسند. عشان كده مهم قوي نلخص الجزئية دي بدوام الوصل مع الله. هو اللي بيشيل الحزن وهو اللي بيحط الحزن وهو اللي بيشيل المرض وهو اللي بيحط. اذا عايزة تقولي حضرتك ان اي مشكلة عندنا في حياتنا، سواء فقد اي الم في حياتنا، هو القرب الى الله عز وجل. تمام. هو الباقي، هو بس هو اللي يغير وهو اللي يبدل. هو الباقي، هو الباقي، لا اله الا الله. طبعا بس احنا يعني علشان بس في سوء تفاهم ما بين ان احنا طبعا بنلجا لربنا، بس طبعا اقرا باسم ربك الذي خلق، ان في علم، في علم نفس حضرتك درستيه، ولازم نلجأ للمتخصصين في حالة ان احنا يعني عجزت بيني وبين نفسي. اكسبت هتغير حاجات كتير قوي في المفاهيم. تاني نقطة بعد اكسبت، فعل مبدأ هونا ما انا بسميه مبدأ سيدنا جبريل. سيدنا جبريل قال لسيدنا محمد ايه؟ يا محمد والسلام. احبب حبيبك هونا ما قليل. تعلق بكل حاجة قليل، بولادك، بعربيتك، بموبايلك، بشغلك، بالبزنس بتاعك، بفلوسك، تعلق بكل حاجة هونا ما. وسيدنا علي كان بيؤكد على كده، يقولك احبب حبيبك هونا ما فإنك مفارقه، وابغض عدوك هونا ما، فيما معناه ان الدنيا هتتغير. يعني كل حاجة بمقدار. فعل ده. ممكن يكون حبيبك بعد يقلب كده، يبقى هي الدنيا كده. ممكن عدوك يبقى حبيب وعدوك. بالزبط. طبعا احنا مأمورين، خلي بالكوا، احنا مأمورين بدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. احنا بنتكلم على المواقف، ده بقى على المشاعر. اذا فالمشاعر متقلبة ومتغيرة، فانت لازم تدعي الدعاء ده علشان يظبط، يعمل ضوابط لكلمة هونا ما. نقطة كمان علشان اتعايش مع الحزن، اقطع مية ونور عن الحزن. يعني ايه اقطع مية ونور؟ يعني ما ينفعش اعيش اسيرة المسجات والصور والفويسز والرسائل. لا، الفترة دي لازم تكون مستقبل فقط. استقبل، اسمع، شوف اشارات ربنا، استقبل المدد الالهي. عمر المدد والعوض بتاع ربنا ما هيجي وانا مشوشة. مزبوط. عمر المدد والعوض ما هيجي وانا عمالة ارسل واستقبل لنفسي. انا برسل لنفسي طاقة حارة ساخنة وبترجع لي تاني. وبعد اذن حضرتك ما يسمعش حاجة تحزنه زيادة خالص، يبعد عن اي حزن واي خالص. توتر في الفترة اللي هو ربنا بيختبره فيها. اي ذكريات، الذكريات قاتلة في الوقت ده. هي ممكن تتفرض عليه بس هو ما يسعلهاش. ايوه بس يعني انا مش قادرة ما اقولش ان انا بشوف صورة ماما عبلة
بفتكر الخير والامل والحب. بصي دي جزئيه انا بالنسبه لي بقت كده دلوقتي. أيوة. بس في الاول كان نوع من العذاب، كان جرح مفتوح طبعا، وبحط عليه رحمه الله يعني حاجه ده اذا كان كبر. العالم كله كان حزين على ماما عبله، وبعدين اولادها اولاد في الطريق في اولادها اولاد الطريق كله كان حزين، فاهمه بال حضرتك يعني. على فكره يعني انا اللي خرجني من الازمه دي، انا كنت يعني قفلت عليا كل حاجه. جاتني في المنام لما حافظت على سلامه البث والاتصال وقررت اكون مستقبله. بينك وبين ربنا استقبال مع الله عز وجل، استقبال مع الله، استقبال بس بيها من جيلي، وجات لي في الحلم طبطبت عليا وقالت لي قومي انزلي في دور ليكي لازم تكمليه. ساعتها بس حسيت ان ده الاذن، هي دي اكسبت اللي انا ما كنتش لقطها من بس. انك تمسكي الرايه بتاعت ماما عبله كحلاوي. اللهم المستعان. امين يا رب العالمين. امين. انت بتحبي طبعا لقب بنت عبله الكحلاوي؟ اكيد اكيد طبعا طبعا. سيده الباقيات الصالحات طبعا، امي مكرمه في الدنيا ومكرمه يعني وكرمت في سما ربنا طبعا. يعني حب محدش فينا تخير قيمة الحب ده، يعني قيمة الكرامات حتى بتاعتها في المستشفى، الناس وعمالة تسأل عليها من كل الدنيا ايه الحب ده، قصص وحكايات بسمعها لأول مرة في حياتي. هو أنا كنت دايما بشوفها وهي دايما ماسكة الدنيا بإيديها بتدي الناس الأدوات اللي تعيشوا بيها الدنيا. كانت دايما بتقول اللهم خلي الدنيا في إيدك تخليهاش في قلب. هو ده بقى القلب، وهو ده اللي بيخلق التعلق. هو الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا، خليها في ايدك، خليها في ايدك، تعمل بيها اللي انت عايزه، تحطها ترميها تحط شيء. هي ليس غايه. لا هي ليس غايتنا، ليست غايتنا، ليس غايتنا، ده حقيقي. فعلمت الواحد انه يمشي على تراك ما يخرجش براه، كل لما يفكر كده لا اسافر لا اعمل لا ده في تراك مرسوم، في خط ممتد للسماء لبقاء الباقيات الصالحات. فسبحان الله يعني هي رسمت الطريق لينا ولغيرنا. عايزين بقى نراجع مع بعض تاني. ودي التأشيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لها حقيقي، عشان هو ده طريقها حقيقي. حتى بعد الانتقال الطريق شغال، ما زالت في القلوب. ده حقيقي بالظبط كده، ده حقيقي. اتفضلي يا نرجع تاني ونحكي ونقول ازاي احنا دلوقتي اتخلصنا من الألم. الخطوات بقى اشتغل اعمل ايه؟ احنا قلنا نفعل هونا ما، وقلنا نعمل ندوس اكسبت، وقلنا تاني حاجه ان احنا نغير حاجه اسمها ديكورات الحزن. ديكورات الحزن ده يعني انا كانت واحده اجنبيه هي اللي درستهولي وانا ما فهمتهاش، بس حسيت ان ايه، طب ما كلامها ده صح. ساعتها قالت جمع ذكرياتك كلها سواء على التليفون ولا اللابتوب، حطهم جوه فلاشه، حطهم في اوضه واقفل عليها. جمع كل حاجه بتفكرك باللي فات لفتره معينه، لان انت دلوقتي من جوه هش، انا محتاجه يبقى عندي صمود نفسي عشان اقدر استقبل الرسائل دي كلها. فشيل ده جوه اوضه واقفل عليها، وهات مفتاح وحطه في قصرية زرع وحط فيها قمح او فول وكل يوم اسقيها، وخلي مقدار سقيك ليها هو ده الوقت اللي انت هتفتكر فيه الذكريات دي. مع الوقت الزرع هيكبر والحال هيتبدل. المفتاح ده هيطلع لي هو تحت مدفون بس حواليه فول وقمح عمال يطلع. بعد اذن حضرتك صدق. هيتعب شويه عشان يطلع، ما هو هيتعب هيتعب، لازم يتعب حياة. هو بقى عارف ان الحياه دي عشان البذره دي لازم بالظبط. يعني ايه؟ يعني لازم يسمح للحياه انها تتشق جوه البذره وتخرج الروح، لاني ما فيش حد هيغير، وهو اللي هيغير طبعا نفسه. انا هاخد من كلامك ما تبقى منك في بعد ما تبقى منك، هو ده اللي هينور لك طريقك طبعا. صح صح. احكي لي اكتر. الجزئيه اللي انا عايزه اركز فيها ان هي دي، كل ما الاقي الزرع الاخضر بيطلع، كل ما الاقي ايه ده الحزن بقى ليه شكل تاني، بقى فيه ليه فلسفه تانية. هم ناس عايشين معانا بس في مكان تاني، او هم ناس لو فقد او طلاق او انفصال او خيانه، هم ناس ربنا اظهرهم بصوره تانية ما كانش ينفع نكمل معاهم. عشان كده في الوقت ده مهم قوي يبقى ليه هدف لازم اعيش عليه، هدف ما فيهوش اشخاص بس، هدف فيه اعمال،
في عمل خير دايما. العمل الخيري وحضن الغلابة خير مسكن في الوقت ده، زي المضاد الحيوي بيسكت الألم ويفتح لك سكة جديدة. اسعد الآخر حتى أنت تسعد. ودايما في مقولة بتقولك ساعد إنسان لا تعرف. ليه؟ لأنه هيقدرك وهيديك العطاء وهيطبطب عليك وهيديك طاقة الاستعداد، ترجع له الكارما. تمام تبادل. تمام. الجزئية بقى اللي هي اللي ممكن تواجهني في الطريق ده الحنين، والحنين ده شيء قاتل. طيب ما هو في الفترة بتاعت الحنين والحزن دي احيانا العقل بيغيب. ما انتي قطعتي مية ونور وشلتي الحاجة. هي. وبس موجات الحنين بقى، عارفة الموجة هي. اللي بتاع لبية ترجع تنزل. ساعتها بقى لازم احسن اصطحاب هذا البلاء. لو عليت فوق الموجة ممكن اتسلم تسليم اهالي الاكتئاب. وللشيطان. للشيطان. انما لا، ده انا هخش من النص، هحاصر موجات الحنين. طب قولي لي بقى انا اقول لنفسي ايه في الوقت ده، وانا هستفيد ايه واخسر ايه الوقت ده؟ انت محتاجه كل ما هو جديد، سواء موت، انفصال، طلاق، مرض، محتاجه كل ما هو جديد. افكار جديده اسمها نظريه النيو، افكار جديده، ناس جديده، معتقدات جديده، حتى الشكل ممكن تغيري من ستايلك، تغيري من حياتك، تغيري من شكلها، تغيري مكان المكتب، مكان اوضه النوم، مكان السرير. لازم تدي لنفسك ان في تغيير حصل وتصدقيه. هايل. انا يعني ساعات الناس بترفض انها تصدق الحزن، ما بتصدقش غير لما تلاقي الورقه مكتوب فيها انها ارمله، او الورقه مكتوب فيها انها مطلقه، او الورقه. لا، لازم اصدق عشان اتقبل ده بقبول حسن. وبرضه هرجع واقول لم يذكر الحزن في القران الا وذكر جنبه المدد والعوض الالهي. لو خلينا نفتكر ام موسى لما قال لها لا تلقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك، هو ده عوض ربنا. هدفنا النهارده ندور فين عوض ربنا من الحزن اللي انا عديت بيه. طبعا ما فيش احلى من اني اختم بان ردوه اليك. اتبسطنا جداً معاكي، حلقة جميلة قوي وأنا مبسوطة قوي، استفدنا جدا، وإن شاء الله مش هتبقى آخر حلقة، ونورتينا إن شاء الله. جدا يا دكتورة. وأنا وعد المشاهدين حضرتك معانا كل شهر. شكرا جزيلا، تشرفت بيكم جميعا، متشكرين جدا. شكرا. سعدنا بيكم أعزائي المشاهدين، وشكرا جدا لمشاهدتكم لينا، وإن شاء الله حلقات نوعدكم حلقات جميلة إن شاء الله. إن شاء الله. متشكرين.